لو رجعت رجعت الكاتبة للبيرو وما وصلنا حتى فاكس من الجامعة. ردونا على أعصابنا بالأخبار الزائفة بالأخبار الزايدة بحكايات ما عندها حتى شيء متقل مرأي ما تعملنا حتى شيء في السبور رأي ما تمشي بينا حتى بقى في السبور رأي مش معقولة قاعدة كثير هذا الفيسبوك والدنيا وقالوا قتلك وقالوا قتلك وقالوا قتلك يا أخي توا باش هلا باش تبعث الفاكس كانش يهبلوا جماعة في الجامعة باش يبعثوا في الوقت هذا في التوقيت هذا بالذات باش يقولوا راهو كاتريان بلاس ما عندك ما تاكل منها ضغط رهيب رهيب ضغط علينا قالوا لنا زاد احنا دخلنا في ستاج كنت نسمع في الإذاعة الأخرى اللي احنا دخلنا في ستاج من يا ودي كيفاش دخلنا في ستاج علاش يا أخي ما عندي ما نعمل بهم الفلوس علاش نعمل في ستاج علاه مستحق أنا مستحق حتى حد باش يخلص لي ستاج اللي باش يخلص لي ما حاسيش بفلوس يخلص ليش نجم أرفع راه من هذا والترجي الرياضي يظل لي أرفع وما زالت مقاربة باش نعديوها بكل حماس وبكل روح رياضية وإن شاء الله يا ربي تتعدى في 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 معناتها في جو هايل وماذا بيا أنا على حد ماذا بيا اليوم العشية تتلعب وخلي نوفاو.